البداية أنا كنت متواجد بعد ما خلصت محاضرات، طلعت من جامعة الأزهر فرع الدراسة، قدام بحاول أركب مروحة، ففوجئت بوجود مسيرة طالعة من الجامعة رايحة مشايخ الأزهر. فبطبيعة الحال أنا واقف متواجد في مكان، وقفت أصور موبايل الشخصي بتاعي، ففوجئت بوجود مجموعة من أمن المشيخة خارج من الباب الرئيسي للمشيخة، وفي إيدهم شوم وفي إيدهم جنازير، وبدأوا يحاولوا الاعتداء على الطلبة. فالطلبة حاولوا يدافعوا عن نفسهم بالوسائل المعتادة اللي بيدافعوا عن نفسهم. أمن المشيخة شافني وأنا بصور، فاستفزوا موضوع التصوير، حاولوا يستهدفوني بطوب وزجاجات ومن داخل المشيخة ومن خارج المشيخة. حاول أكتر من واحد يقبض عليا، معرفش. في احد واحد بياخد اتاوة على العربيات كان متواجد بجوار الموضوع يعني، فتقريبا امن المشيخة قال له هاتوا الاخ اللي بيصور ده، الراجل اللي بيصور ده. فجه جنب عدى من جنبي، انا مش شاكك فيه يعني، هو مش واحد عشان يقبض عليا، ملوش حاجة يقبض عليا، ملوش حاجة انه يكلمني اصلا. فمسكني، اما مسكني حاولت افلت منه، قطع لي القميص. مجرد ما أمن المشيخة شاف كده ما صدق أنها اتمسكت، فجريوا عليا، اعتدوا عليا بالضرب، بالشوم في رجلية، في ضرب بكل الوسائل الممكنة. بعد كده اقتدني واحد دخلني جوه المشيخة هناك، اعتدوا عليا برضو بالسب والألفاظ يعني مش ظريفة. وبعد كده قيدوا ايدينا وقعدونا وصورونا وفتشونا بطريقه مهينه، خدوا مني الموبايل وخدوا حتى كمان مسحوا الفيديو اللي انا كنت بصوره هناك. يعني ما مش عارف ليه يعني، طب اذا هل بيثبت عليك حاجه؟ ما اذا كنت انت غلطان يعني، اذا كنت انت مش غلطان ليه بتمسح الفيديو من على الموبايل بتاعي وتاخده عندك؟ فاخدوا هناك. ودي قصه القبض عليا يعني. والعجيب ان يعني زي ما انا قلت من شويه في المؤتمر، ان شهادة مدير أمن المشيخة ذات نفسه بيقول إن هو اتقبض عليه وهو بصور تصوير تحريضي يعني. فإذا كان صور يعني تصوير تحريضي أنا أعتبرها تهمة، مش مشكلة عادي تحريضي يعني. يعني إذا كان هو أثبت إن أنا بصور، ده ينفي عني جميع التهم التانية. هو لم يقل علي أي تهمة في شهادته، لم يقل على معاذ المراجبي أي تهمة غير التصوير التحريضي. إحنا عيلة أزهرية ليس لها أي انتماء سياسي يعني. يعني أنا إخواتي ثلاثة دكاترة في جامعة الأزهر، والدي وكيل كلية أصول الدين، خالي أستاذ في جامعة الأزهر، جدي أستاذ في جامعة الأزهر، عيلة أزهرية بحتة يعني. فإحنا مش إحنا اللي هنخرب الأزهر يعني، إحنا اللي هنبني الأزهر مش هنخربه يعني. فالتهم كلها باطلة يعني. وفجأة بالنيابة بتوجه لي تهم البلطجة والاعتداء على الموظفين. طب أنا كنت بصور، وده بشهادة مدير الأمن يعني، شهادة مدير الأمن تثبت براءتي أنا من البلطجة ومن الاعتداء على الموظفين إلى آخره. وفجأة بالنيابة تحط لي التهم ديت، ومفيش أدلة، مفيش أحراز، الكاميرات لم متصورتش معاذ المراجبي، الشهود لم يتعرفوا على معاذ المراجبي. وفي النهاية المحكمة تحكم بالأحكام العجيبة دي. أهلي كانوا متخوفين إن أنا أترحل للسجن، إن كان في ميعاد محدد لدفع الكفالة تقريبا الساعة 12 تاني يوم من طلوع الحكم، تاني يوم على طول. كفالة محددة 64,000 جنيه، و 100 جنيه غرامة تقريبا، 1000 جنيه غرامة حاجة زي كده، 64,000 جنيه كفالة، وعايزينها تاني يوم الساعة 12. ده أنت لو معاك الفلوس وهتطلعها من البنك مش هتلحق تطلعها من البنك يعني، أنت بتتكلم في إيه؟ فأهلي على قدر استطاعتهم جمعوا الفلوس بسرعة ودفع الكفالة قبل ما ترحل للسجن. هناك في المحكمة كنت طلب الضابط ان انا اتفك من زمايلي، كنا محطوطين في الحجز هناك. طلعت من الحجز وترحلت على الاسم هناك، خلصنا شوية اجراءات في الاسم، طلعت تقريبا الساعة 1 بالليل. هو واضح ان الموضوع فيه ظلم كبير جدا، والموضوع مقصود منه كله اللي هو الضجة الاعلامية، ان انا اعمل ضجة اعلامية عشان اوقف الناس اللي بتتظاهر، عشان اوقف الناس اللي بتطالب بحقوق، عشان اوقف حتى المظاهرة كانت بتطالب بخروج ناس معتقلة من المظاهرة اللي كانت طالعة، كان طالب بخروج طلبة معتقلين تانيين، فاذا بهم يعتقل ناس تانية. كل ده هيفجر الوضع، مش هيهدي ابدا يعني. هي معاملة عجيبة يعني، انت بتتعامل بان انت عايز تهدي الوضع وتحكم 17 سنة عشان الناس تخاف. لا، ما فيش حد هيخاف يعني. ما تعتقدش ان واحد عم يتحكى عليه زي وكل زمايله اللي موجودين وكل العلاقات اللي معاه هينزل في الشارع وهيتظاهر عشان خاطره. فانت مش بتهدي الوضع، انت بالعكس بتفجر الاوضاع. انت الناس بتتكلم على حل سياسي، انت بتفجر الاوضاع يعني.